تفضل. الشيخ، هل الصحابة اختلفوا بكفر تارك الصلاة؟ في كفر تارك الصلاة؟ إذا كنت تعني بالكفر هو الردة، لأن الكفر أقسام، هناك كفر قلبي وهناك كفر لفظي وهناك كفر اعتقادي وهناك كفر عملي، فإذا كنت تقصد بسؤالك هل اختلفوا في كفر تارك الصلاة، فإن كنت تعني كفرا بمعنى كفر الاعتقاد الذي يساوي الخروج عن الملة فليس للصحابة كلام في هذه المسألة على هذا التفصيل، ولكن قد جاء عن الصحابة بأنهم كانوا يرون كفر تارك الصلاة. يكفي طالب العلم أن يقف عند رواية فيها لفظة الكفر سواء كانت مرفوعة إلى النبي أو كانت منسوبة إلى الصحابي أو صحابة، لأن هذا الكلام أي أو هذه اللفظة لفظة الكفر تتحمل عدة معاني كما ذكرنا آنفا، فلا جرم أن جماهير العلماء الذين جاءوا من بعض الصحابة ووقفوا على ذلك الأثر الذي أنت تشير إليه كما وقفوا على الأحاديث التي ذكرت أنا بعضها، مع ذلك قالوا بأن تارك الصلاة له حالتان، إن ترك الصلاة جحدا لها فهو كافر، وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين، أما إذا تركها مؤمنا بها معترفا بفرضيتها ولكنه خالف أمر الله بها كما خالف كثيرون من العصاة أوامر الله تبارك وتعالى، مثل الذين يأكلون الربا ضعافا مضاعفة أو دون ذلك، والسارقون والزناة ونحو ذلك، كل هؤلاء مخالفون لأوامر الله عز وجل، مع ذلك فالمسلمون لا يكفرونهم إلا إذا جحدوا شرعية ما هم مخالفون فيه، فإذا كان تارك الصلاة جحد صلاة فهو كافر بإجماع المسلمين، أما إذا آمن بشرعيتها فهو مؤمن ولا يكفر، إلا في حالة واحدة، إذا عرض على النطع تارك الصلاة، إذا عرض على النطع أي على السيف وقال له الحاكم المسلم إما أن تصلي وإلا قتلت، فآثر القتل على الصلاة، في هذه الحالة يقتل ردة ولا يدفن في مقابر المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. غيره